في الهند افتتحت صباح اليوم أشغال قمة دول مجموعة العشرين وسط خلافات متنامية بين القوى العظمى وبخاصة حول الملف الأوكراني ومعضلة التغير المناخي. القمة التي يغيب عنها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ يرتقب أن تتوج باتفاق حول مشروع نقل ضخم يربط الهند بأوروبا من خلال خط بحري وآخر حديدي، إضافة إلى تبني اقتراح يتم بموجبه منح الاتحاد الإفريقي صفة العضوية الدائمة داخل المجموعة.